ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الدلو اليوم الخميس 31 مارس اذار 2022. انت شخص تقليدي جدا جدا وقوي، وحتى متسلط، وحتى صريح جدا جدا في الكلمات. دي هي اللي هتبقى اوفر بالنسبه ليك علشان تعرف تعبر عن شخصيتك في يومك ده، وخاصه انك هتبقى ممتاز في التعبير عنها. انت هتبقى ناجح جدا في كل اعمالك اللي انت بتقوم بيها، وهتعرف تقنع كل رؤسائك في الشغل بكل ارائك اليوم ده، وهتفكر بكل تفكيراتك الممتازة في يومك ده بشكل كبير، خاصة في فترة ما بعد الظهر النهاردة. هتضغط عليك الأعمال بشكل كبير وبشكل مناسب، ما تخليهاش تسيبك لوقت طويل ومتأخر في يومك ده. خليك بتحافظ أكتر على العلاقة اللي ما بينك وبينهم. بالنسبة لك مهنيا النهاردة، هتتحسن علاقاتك الشخصية بكل زملائك في الشغل، وهتخليك بتتيح ليك فرصة كبيرة جدا للمصالحة، وفيها ترتيب لكل الأمور المهنية النهاردة اللي بتكون بتقودك باستطاعتك انك توصل ليها وتوصل لنقاطك المشتركة مع كل الاشخاص اللي حواليك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، اليوم فيه حميمية كبيرة جدا، وهتبقى زايدة زيادة عن اللزوم مع علاقاتك بشريكك في اليوم ده، لكن في تبادلات هتبقى جذرية بشكل كبير، خاصة في الأيام اللي هتبقى جاية قدامك، هتدفعك علشان توصل من خلالها لتواصل هيبقى إيجابي أكتر، وهتستفاد من خلاله بشكل كبير. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، هتختار من المشاريع اللي هتبقى مطروحة قدامك في اليوم ده، وهتبقى مناسبة جدا ليك، وهتعتبرها الأنسب لمساعدتك علشان تعرف تحسن وضعك الصحي أكتر، وتعرف تستفاد من الفترة دي وتستفاد من المشاريع اللي هتكون قدامك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره للحوت لحد ما يدخل في برج الحمل اليوم. قمر الحمل هيبقى صريح جدا وبيتماشى بشكل جريء معاك النهاردة. القمر حتى هيتماشى مع عطارد في برج الحمل، هيكون مليان بالأفكار اللي هتبقى مثيرة جدا جدا. هنكون بنتجه نحو القمر الجديد اللي هيبقى لافت جدا بالضبط في خلال الصباح ده، وبعد كده هنكون حابين اننا نبدأ من جديد، وده هيكون في الوقت ده من الأفضل اننا نسترخي أكتر، ونفكر اننا نسوي كل الامور ونربط الاطراف السايبة مع بعض. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.